ونأخذكم إلى الصين، فلقد استعانت وزارة الأمن العام بالصين بالإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي تحت عنوان أنت أقوى من المخدرات. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة مشاهدة الإعلان ووصلت على صفحة الصندوق إلى 10,400,000 مشاهدة، وبلغت ما يقرب من 14 مليون على مواقع التواصل الاجتماعي.